قلوبنا، وذلك وابتداء في أول لقطة من مكة المكرمة، البقعة المباركة التي دائما نذهب ونصلي فيها يعني صلواتنا. هذه اللقطة كما تشاهدون ماذا تعني لكم؟ دائما نسمع الصلاة على الجنازة، صح؟ مين مش صلينا على واحدة على ثنتين؟ يا من يتابعني الآن، تتخيل اللقطة هذه، صلى المسلمون في الحرم المكي الشريف في صلاة المغرب على كم جنازة؟ تتوقعون على كم في هذه اللحظة؟ لا، لاحظوها، 30 جنازة يا أخوان، 30 جنازة، فيها الظالم وفيها المظلوم وفيها كذلك الزوجة وفيها الزوج، تجد الزوج اللي ظلم زوجته ألم معه بجانبها يمين أو يسار، قائم يرى زوجته وتذكر أيام ظلمه لها، قد تكون أم مظلومة من ضمن هؤلاء، أو ربما يعني تصفية حسابات بينه وبين أحد. هذا موعد الجنائز. أنا وأنت مد الله في أعمارنا فشاهدنا هذه اللقطات، لكن هؤلاء كلهم ماتوا، أليس هذا واعظا صامتا؟ لا يضيق صدرك على المشاكل وعلى الدنيا، صاحبها وحلها عند المولى عز وجل، لكن تهون المصيبة عليك حينما ترى هذه اللقطات وهذه الصور وهذه الأمثلة التي مد الله في أعمارنا وشاهدناها اليوم. غدا سنكون، كل من بكى سيبكى، وكل من نعى سينعى، وكل من حمل سيحمل. لاحظتم هذه اللقطات؟ والله إنها عظة وعبرة لنا بأن لا نظلم أحدا، وأن نقوم بحقوقنا. وهذه الدعوة لكل من يعني أصبح أبا أو أخا وأوكل له مهمة أخذ أموال وصرف مبالغ أو شيء، أو حتى حقوق، يعني رجل يزوج بناته ميت اليوم أمامكم، ماذا سيفعل بناته؟ هل يدعون له؟ بعض الأحيان قد لا يدعو مع الأسف الشديد الأبناء لأبيهم في ظل هذه الأوضاع، وفي هنالك أناس سعداء. هذا الرجل أنا أقول سعيد جدا وأراد الله به خيرا. لاحظوا كيف يصلي الآن، هذه طبعا كاميرا موجودة في المسجد على مدار الساعة، رجل أكيد هذا اللي يصلي عنده مشاكل، فلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل وسأله، وأرحنا بالصلاة يا بلال، قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام. القصة مو بهنا، شوف الرجل هذا ماذا سيكون له. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة كلنا نتمناها. هذا الرجل يصلي الآن صلاة نافلة غير واجبة عليه، والكاميرا تضبط وتصور وتراقب لكي تنقل لنا الواعظ الصامت، لكل من أراد ولكل من ألمت به مصيبة، لا يضيق صدرك ولا تهتم، عندك هذه اللقطة تكفيك. الله عز وجل، شوف لاحظ كيف الرجل الآن يأخذ الله روحه، أو الملك يأخذ روحه بأمر الله عز وجل، مات ساجدا، ما استأذن ولا استأذن، صح شيخ جازع، مات ساجدا كما تشاهدون، وكل يبعث شيخ جازع على ما مات عليه. فهذا يرجى للخير شيخ جازع، اللي بتعلق علق، أنا راح خذ راحتك. أقول لإخواني أخوات، سبحان الله، الرجل هذا الآن زي ما تشاهدون الآن ما على باله، ربما عنده يمكن أشغال ومشاكل، ودخل المسجد سبحان الله يصلي لله عز وجل، ومع ذلك الموت كان في انتظاره، لكن على خير، على خير. النية وإن كانت على نيته، وراح يتوضأ، واحد مشى خطوات إلى بيت الله سبحانه وتعالى، دخل في بيت الله عز وجل وصلى لله عز وجل، فخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبعث يوم القيامة ساجدا لله عز وجل. وش تسوى الدنيا يا شيخ جازع والمشاهد؟ وش تسوى إنك تجمع من حطامها وتجمع من فلوسها ومن مالها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ ما قلنا لا، لكن يا اخوان شوف كيف حسن الخاتمه، ياخذ الله امانتك في 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 مسجده وساجد وفي بقعه مباركه، هي من اسعد حقيقه اللحظات لكل مؤمن. فانا اتمنى هذه اللقطه لا تغيب عنا. الناس جاءوا الان كما تلاحظون، هذا جاء ويشاهد ما عارف وايش اللي حصل، فبدا ياتون رجل ساجد، الان بدا يحركونه كما تشاهدون، نادوا الاول الثاني الثالث، ثم تأكدوا أن الرجل مات. أنا أقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني الشيخ جازع أتوقع المؤمنون والصالحون لا يخافون منه، الله صح؟ الله أكبر، يفرحون بلقاء الله عز وجل. نعم، ما بشك، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن أتمنى حقيقة أن تكون هذه اللقطة هي عبرة وعظة لنا دائما وأبدا، وهذه دعوة لكل من ابتلي، ولكل من تأخر في زواج، ولكل من كانت يعني من عنده ديون، من عنده تأخر. شيء شيخ، عن قضية الصلاة الآن، يعني أنت اللي تشاهدنا الآن وتشاهدين الآن يا أختي الكريمة، الآن يعني مات وهو ساجد، يعني تخيل أنت الآن ما تصلي لا سمح الله عز وجل، اللي جالس 40 ساعة يقلب في البلاد بين مشكلتك مع الله عز وجل الحين، مشكلة صحيح، يعني فكيف يعني وإنسان ترك قضية الصلاة؟ هذه اللقطة شيخ جازع المشاهدون لاحظوا، فقط سبحان الله، هذا أب أو عفوا جد جاء أبناءه يزورونه في الأحفاد، يزورونه في المسجد، فلما انتهى من صلاته جاء لهم، لاحظ قبل الأول ولمسه بيديه،
ما استأذن الموت، ما استأذن، لكن هذا جد واصل وأب واصل، شوف كيف ثم قبل الثاني، شوف كيف الابن يعني يأتي فرحانين بجدهم، لكن الموت لم يستأذن. لاحظ كيف كأن قبلة الوداع سقط الآن ميتا وذهب. يعني لا تؤثر فيكم هذه اللقطة وهذه الحياة؟ أتمنى حسن الخاتمة، لكن هناك يعني كبار السن يتمنون لقيا أحفادهم شيخ جابر، منعهم الأبناء مع الأسف الشديد وانقطعت الأسر. لاحظ كيف ما بينهم ثواني يا ناس، يا ناس ثواني، يعني ما استأذن. أنا رسالة للأباء يمنعون أحفادهم أحفاد الأحفاد عن الأمهات وعن الأجداد. أما اللقطة هذه أنا والله ما أقدر أقول شيء. هذه في إحدى مغاسل الأموات رجل كبير السن تجاوز 70 أو 80 سنة يموت، لكن أحسن ميته. لاحظوا أصبعه كيف يا أخوان، من تعب ومن مرض ومن مشاكل ألمت به، لكن الله عز وجل ختم له بخير. لاحظوا كيف رافع السبابة، أشهد أن ما يستطيعون يخفضونها شيخ جازع، ولا يستطيع يفتحون الأصابع الثانية، خلاص ثبتت على هذه، فغسل وكفن وسيدخل القبر، بل دخل القبر الآن وذهب، ومن كان آخر كلام من الدنيا شهادة لا إله إلا الله دخل الجنة. أليس هذا يا أخوان يعني عبرة وعظة؟ أما هذه عاد فهي في أشرف بقعة بعد المكة، الروضة الشريفة في الحرم النبوي الشريف، يموت هذا الرجل ساجدا في المدينة كما تلاحظونها الآن وكما تشاهدونها. أليست حسن خاتمة؟ أليس عنده مشاكل هذا لكنه سجد؟ يعني أنا أقول كل مشاكل وكل مصائب ستذهب. لاحظوا اللقطة كيف معي مؤثرة جدا لا بعد حد. نسأل الله عز وجل أن يحسن الخاتمة. أترك التعليق لك شيخ جابر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الختام. يعني من عمل صالحا في الآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فنحيين حياتهم طيبة. لذلك الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يثبتنا وإياكم يا إخواني أخوات على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.